دودو كواف بالتو. عسلامة ومرحبا بكم في النوبة تالنت. كنقولوا النوبة تالنت نقولوا طريق النجومية، طريق الأصوات الجميلة للنجومية. كنقولوا أصوات جميلة لازمهم صورة وأناقة مزيانة، هذاك علاش من موقع اليوم اخترت لكم أحسن خبراء التجميل وأحسن المصممين اللي باش يكونوا معنا في البرايم الأول من نوبة تالنت. شوف الناس كل فرحانة اليوم اللي دودو كواف هنا، وانا اللي نعرفه اللي السر اللي فيك اللي كل نجيوك للصالون لازم تلقاو ستار ولا دو، هذايا لو مينيموم. فشنو السر هذايا؟ شنو هي المحبه نتاع لي ستار في دودو كواف؟ والله شنو نقول لك، بون بحكم اللي الخدمه اليوم يسون بيان ساتيسفي واللي لاقين راحتهم واللي انا نفرح بيه باش وانا نعمل لهم شي حاجه. كان مع دودو هنا ان شاء الله حلقه نار اليوم. وهاتوا لي خالي ما نموتش، وجيبوا لي خالي ونشق الخلاء، وهاتوا لي خالي ما نموتش. اليوم نشوفكم مزيانين ومحلاكم بوردو، دونك لبسه مزيانه زاد كيف كان اول فنانه متحجبه في تونس، ويعطيهم الصحه الهوبيه في اللوك نتاعي حاجه بارفيت. ميرسي بوكو. نحب نشكر اميني اللي لبستني اليوم سباس فنون، نحب نشكر زيدا اميني سباس ماري اميني على الميك اب فريمون طياره، وكان ان شاء الله اليوم تكون سواري نوبليابل. معنا اليوم اميني من سباس فنون، نشوفوا في البنات اليوم علاش الاختيار هذا يعني. بون بالتنسيق معاك اليوم نزار، انت بتبيعتك الكوتش من اسباس فنون، حبينا البرايم الاولين يركزوا على العربي على اصالتنا تراثنا، نرجعوا بهم شويه لعوايدنا وتقاليدنا احنا. ان شاء الله ديما هكا مزيانين وفرحانين ومتالقين، تنسيوش صوتونا عاد بعد البرايم. نتاعنا اليوم الاناقه نتاعهم كبيره برشا، ومع ديزاينر كبير ومع ستيليست معروف في العالم نتاع الفنانين الكبار. معانا اليوم حسام فشل لوك. حسام مرحبا. وبيك نزار، عايشك على الاستضافه، وان شاء الله خرجنا الاولاد اليوم في احسن طلع. حسام البي فيك انت يعني، انا ديجا متاكد حتى القطعات هذوما اليوم اللي نشوفوا فيهم وفي الايامات هذيا فما دي ستار لبسوهم، وديما لي ستار يلبسوا من عندك. دونك انا اليوم حبيت من نهار الاول حتى لي كونديدا نتاعنا سيدي فيتور ستار، دونك حبيتهم يعرفوا اللي هما حاطينهم في قيمه فنانين كبار، باش يعرفوا وين ماشيين هما بالضبط والطريق النجوميه اللي نحن نرسموا لهم فيه. الحمد لله ان شاء الله نشوفهم نجوم كبار وزيدوا لبسهم خير من هكا. ان شاء الله بالتوفيق. دونك ان شاء الله يا ربي يعني في اللي برايم الجايين نشوفوا حاجات اخرى جديده ان شاء الله مع حسام. معاه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بهم. على حاجاتك لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل مره نعملوا تيم ونخرجوهم في احسن مشاكل. فرحانين الاولاد به فرحانين. صحه